ماما دلوقتي بقى السؤال بتاع زيت الزيتون الأول. بس صباح الخير، صباح صباح الفل، النور. صباح العسل ده. طيب دلوقتي واحدة بتسألك على زيت الزيتون، تلاقي ايه الحاجات البدائل بتاعتها في مصر؟ بس الأول فهميها، بس الزيت الزيتون بتاع اللي بتستخدميه هنا ايه؟ تمالي، انا لما بتكلم على اي حاجة زيت زيتون او اي حاجة لازم اقول البدائل بتاعتها. اوكي، طيب طول ما انا في اليونان طبعا دي بلد زيت الزيتون، زي بلد الزيتون، اذا في زيت زيتون بتاع شركات ومصانع كبيرة ومشهورة فوق 100 سنة، وفي نفس الوقت الاراضي بتاعت الزيتون بالهبل في كمان منتجين بتاعت الاراضي، مش شركات، او عادي ممكن يكون جاري لما بيلم السيزون بتاع شهر 9 و10 بيلم الزيتون بيعمل زيت زيتون. ممكن اطلب اوردر من الزيتون بتاعك، جيب لي صفايح، الصفايح اللي هو ده. نبتدي. دي صفيحة أنا بجيبها، في ناس بتجيب صفيحة أو صفيحتين، أنا بجيب واحدة في السنة. دي عبارة، دي من الأراضي بتاعت صاحبتي خارولة اللي هم عندهم أراضي كبيرة قوي، مساحات كبيرة في كلاماتا، وده المهنة بتاعتهم الزيتون وزيت الزيتون. كل سنة بعمل أوردر من شهر 9، أو لا عايزة صفيحة عايزة 2. الصفيحة دي 17 كيلو. أوكي، بتلاقي الأسعار من 70 يورو ل 80 يورو، ممكن يوصل 85 بالمواصلات، بس هو السعر بتاعه 70 يورو 75 و80 يورو اللي هو ال 17 كيلو اللي اللي هي هو الصفيحة. 17 كيلو زيت زيتون بتاع أراضي مش بتاع شركات. يعني بيبقى معصور في ساعتها، اللي هو اللي هو أيوة. انت فيرجن ممكن انت ممكن أو تروح كمان الأصفر. يوم العصر تتفرج، في مرة هعمل لكم فيديو هنروح عند عصارة الزيتون ونتفرج، اكني ذهب بيطلع من الحنفيه، حلو قوي. اوكي طيب، ده انا هنا طول ما انا في اليونان بستعمل كده. نيجي برضو وانا في اليونان جبت الصفيحه دي، انا كل اكلي بزيت الزيتون او بالزيت بصفه عامه، مش بستعمل ولا سمنه ولا اي حاجه، دي نادرا قوي عشان الصحه، عشان الدايت، عشان اسباب ياما. اوكي، باجي بقى، هل ال 17 كيلو دولت هيقضوني طول السنه مع اني انا بعمل كل اكل بزيت الزيتون؟ طبعا مش ممكن. اوكي طب الاول انت بتفضي من الصفيحه أيوة. دي على هقول لهم اه اوكي. طبعا الصفيحه دي بتبقى في المخزن على جنب، ليها حنفيه مخصوص، باخد الازازه، اي ازازه فاضيه بلاستيك وكده، في خوني محقن وبفضي. هو ده زيت الزيتون اللي هنا، هو ده ده طبعا يعني كان زيت شايفين. استخدمناه فعلا وخلصتيه وبعد كده بتبيته. برافو برافو. اوكي، ده اللي انا بستخدمه، ايه، ناكل نشرب بيهم. طيب هو ده اللي انا بحطه هنا في الترابيزه، لان ده الصغير ده هو برضو. هو ده، بس انا بحط في ازازه صغيره عشان واحنا على الترابيزه نحط على السلطه. وحاجه مهمه قوي خصوصا جوزي عشان عامل قلب مفتوح وللشريان، الدكتور نصحني اي حد مننا خصوصا الناس المريضه دي، غرفت طبق الاكل نحط زي ما بنحط في السلطه زيت زيتون من فوق، ده يتحط على طبق الاكل ني كده فوق وياكل، بيبقى تسليك للشريان، عمر الزيت زيتون ما يتجمد في الجسم او يعمل دهون. اوكي نكمل. طب والازازه دي بقى ايه؟ طيب الازازه دي برضو لونها افتح، هتلاقوا لونه افتح ليه؟ ده اللي انا بعمل الاكل بيه يا جماعه. اوكي، هو كان يستحسن يبقى الاكل كله زيت زيتون صرف، بس طبعا عشان الاقتصاد، اوكي، كل واحد وظروفه، بس دي احسن حاجه يعني. لو رحتوا افخم المطاعم هي دي الطريقه بيعملوا ايه، بياخدوا زيت الزيتون دي 5 لتر، باخد 2 لتر ونص زيت زيتون، والباقي 2 لتر ونص عباد، بتخلطيهم بخلطهم. اوكي، وبتساب ده بيبقى ايه، الحاجات السريعه للاكل والاكل. للاكل دي طريقه حلوه قوي. اذا لو حد جاب لتر زيت زيتون او لترين زيت زيتون، ممكن لتر تسيبيه زي ما احنا قلنا كده، وممكن اللتر التاني نخلطه بلتر عباد ونستعمله للاكل. حاولوا تملي الكميه. لما نعمل اكل بزيت الزيتون، زيت الزيتون الميزه بتاعته النقطه بتفرش، النقطه قيمه الذهب. قلنا هنا شركات زيت الزيتون، المصانع زيت الزيتون كتيره قوي قوي واسامي جامده، بس انا شخصيا بفضل اليافا. اليافا متوفره في كل سوبر ماركت هنا، متوفره في المطار، واعرف اي لو حد المطار، عايز يجيب من المطار المطار ممكن ان يحط منتج، مش اي حاجه، اليافا اليافا. طب وموجود انا في في مصر. مصر
متوفر في مصر في كل السوبر ماركت. إلياذا زيت زيتون فظيع. ده اللي هو اليوناني الكلمات اللي معاه. إلياذا إلياذا. طب البدايل بقى اللي انت استخدمتيها بقى في مصر. طيب أنا في مصر جبت إلياذا. طب أنا في أوقات ما فيش إلياذا أو إمكانياتي ما تسمحش اقتصادي يجيب إلياذا، ما فيش مشكلة. فظيع حلو قوي وجربته واشتغلت بيه وما زال بشتغل بيه طول ما في مصر. زيت زيتون سيوة ريحته انتوا تفتحوها تشموا الزيتونة حلوة قوي. اللي هو بتاع سيوة؟ اه بتاع سيوة المصري بتاع سيوة بتاعنا. زيت زيتون سيوة حلوة قوي يا جماعة، اشتغلوا بيه وممكن تعملوه سادة زي ما احنا قلنا، وبرضو اشتغلت بيه خلطته بزيت تاني عشان الطهي. ده بقى متوفر في كل حتة وحلو، خصوصا لما في اوقات الناس بتروح مطروح عايزة ايه يا بوبي، اقول لهم هاتوا زيت زيتون. بتباع برضو في صفايح، بتباع كل المقاسات يعني. وحلو ريحته. ده لزيت الزيتون، قلت اديلكم شويه معلومات يا دوبك اللي عندي. ان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم. ميرسي. دلوقتي كده بقى زي ما علمتكم شويه كده تمام. الموضوع ده ممكن يحصل في اي اكله، النقطه دي كويس قوي.